عبر الهاتف مباشرة من الحدود السورية الأردنية ينضم لنا مراسل الأخبار الآن محمد الحوراني. محمد، بداية، هل تكشفت أي معلومات جديدة عن الغارة؟ هل من أسماء عن القادة المستهدفين؟ هل تكشفت أي أسماء جديدة؟ نعم خديجة، مساء الخير. استهدفت يوم الأمس طائرة مجهولة المصدر مقرات تنظيم داعش في بلدة الشجرة كما ذكرت، نعم، وكان استهداف للمحكمة الشرعية بالتحديد. هذه المحكمة التي يعتبرها تنظيم داعش مقر رئيسي لما يسمى الحسبة، تم قتل قرابة 30 شخص حتى هذه اللحظة بينهم أمراء لهذا التنظيم. التنظيم اليوم أعلن عن تشكيل إمارة جديدة وتنصيب شخص جديد يلقب بالأسير. هذا الشخص تم تنصيبه إلى إمارة منطقة حوض اليرموك، ما يدل على أن هناك أمراء عدد كبير من التنظيم تم قتلهم في هذه الغارة. وأيضا جدير بالذكر أن منطقة حوض اليرموك كانت تشهد منذ 3 أشهر الماضية عمليات عسكرية لفصائل الجبهة الجنوبية بتمهيد مدفعي وصاروخي من قبل فوج المدفعية، وأيضا من قبل فصائل جيش الثورة والفصائل الأخرى من فصائل المعارضة التي كانت نعم. تستهدف مقرات التنظيم في بلدة حيط، في محيط بلدة حيط عفوا، وفي بلدة الشجرة وزحمة جولان وبلدة سيل وعدوان، هذه المناطق التي سيطر عليها التنظيم مؤخرا. الجدير بالذكر خديجة أن التنظيم هناك يوجد زعزعة أمنية بين قياداته، هناك عمليات انقلاب ما بين صفوف الصف الأول من تنظيم داعش في منطقة حوض اليرموك، نعم محمد، وأيضا هناك تخلخل بين صفوف التنظيم بسبب هذه الضربات من قبل الجيش الحر وأيضا من قبل طائرات الجو. قالت لنا مصادر عسكرية أن ربما تكون هذه الضربات الجوية هي من قبل التحالف الدولي، ولكن لا يوجد تأكيد حتى هذه اللحظة ما هي هوية الطائرات التي استهدفت هذه المواقع التي تسيطر عليها تنظيم داعش في منطقة حوض اليرموك. شكرا لك على هذه المداخلة محمد الحوراني، مراسل الأخبار الآن من الحدود السورية الأردنية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.